عامل حسابي انا وزمايلي هنا في البرنامج هنعمل حلقتين ثلاثه كده الفتره اللي جايه، الفتره القريبه القادمه، على نجوم في الدوري المصري بره الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيتشو، الاسماء الكبيره دي. في لاعبين مميزين جدا يا جماعه في الدوري المصري، في لاعبين اصلا اسمائهم هتتردد كثيرا كثيرا في سوق الانتقالات خلال الايام القادمه. عملوا موسم رائع جدا، واحد من اللاعبين اللي عملوا موسم رائع جدا، واحد من اللاعبين انا اشدت كثيرا بالكابتن تامر مصطفى المدير الفني لإنبي، بس هو كمان كان له دور كبير جدا في المكانه اللي وصل لها إنبي مع نهايه الدوري، هو احمد امين اوفا، مهاجم الفريق وهداف الفريق ب10 اهداف. كابتن احمد مشرف ومنور، بهنيك على مستواك على مدار الموسم. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الاداء كبير جدا يا كابتن احمد ما شاء الله. الحمد لله. لا احكي لي بقى الموسم ده من بدايته لحد الاخر، ازاي وصلت لهذه المرحله بمستوى مميز جدا؟ ازاي اصلا وصلت لإنبي؟ ازاي اشتغلت مع إنبي الفتره دي يعني؟ والله هو كان موسم صعب علينا كلنا من اول بدايه، كانت الدنيا مش متظبطه وكنا ماشيين بصوره مش كويسه. فالحمد لله ربنا كرمنا، اول ما جه الكابتن تامر صراحه قدر يلمنا وقدر يحفظنا الشغل بتاعه. الحمد لله قدرنا نحقق حاجه كويسه وبقينا سادس في الدوري. فالحمد لله يعني. إنبي الموسم الماضي استغنى عن عدد مميز من اللاعبين المميزين، وكان في مرحله تبدو اكنها مرحله تكوين فريق جديد. كنت قلقان على إنبي الموسم دوت ما يكملش بالشكل دوت او يروح في سكه يعني سكه هبوط؟ لا والله، هو نادي إنبي طبعا نادي كبير، وبصراحه اول ما كلموني ما ترددتش ان انا ابقى موجود وفي منظومه زي نادي إنبي. صراحه يعني ده كان شرف كبير ليا ان انا ابقى موجود، وزي ما قلت لحضرتك الدنيا ما كانتش مظبطه معانا في الاول. فالحمد لله قدرنا نلم نفسنا وقدرنا نمشي في صوره كويسه، و حققنا حاجة يعني بالنسبة لنا يعني مش كويسة. كنا طموحنا ان احنا نبقى في المربع. طيب احنا طول الوقت وطول الموسم يعني كل ما بنسجل هدف كل ما بتتألق نسمع الزمالك مهتم بأوفا، الأهلي مهتم بأوفا، بيراميدز مهتم بأوفا، هل أنت فعلا وصلك أي عروض من الأندية دي ولا كله كلام؟ والله أنا طبعا كنت شغال وبجتهد وبتعب وكنت مركز مع نادي إنبي زي ما قلت لحضرتك، احنا كنا ماشيين بصورة مش كويسة، فكان أهم حاجة إن أنا ابقى ماشي كويس وساعد زمايلي وزمايلي تساعدني ان احنا نقدر نخرج من اللي احنا فيه. والعروض والله يعني كحد كلمني انا شخصيا لا، بس كلم وكيلك مثلا. ايه؟ كلم وكيلك مثلا، وكيل اعمالك. والله انا بسمع كلام كتير بس لحد الوقت والله انا ما حدش كلمني من المسؤولين شخصيا. كذا حد بيكلمني بيقول لي زي ما انت حضرتك سامع كده ان اهلي زمايلك كده، فكنت بشتغل واهم حاجه ان انا اطلع اعمل حاجه كويسه مع نادي إنبي ونعدي الازمه اللي احنا فيها. وانت عادك مع إنبي لحد امتى؟ انا كده ماسك 3 مواسم كمان. لسه فاضل لك 3 مواسم، فطبعا إنبي هو صاحب قرار في بيعك يعني. طبعا نادي إنبي، طبعا انا مش هطلع من نادي إنبي بصراحه، النادي ده خيره عليا وبصراحه يعني الناس بتعاملني هناك معامله كويسه ومنظومه محترمه، وبصراحه يعني مش بيخلونا ان احنا يعني نفكر في اي حاجه غير الكوره بس. عظيم جدا. حد اتكلم معاك من جهاز منتخب مصر؟ والله برضه زي ما قلت لحضرتك يعني الحمد لله يعني كنت واحد في خطوه اللي انا هبقى موجود بس الحمد لله خير يعني. انا كنت بشتغل مستني فوق يعني اقرب وقت الفرصه تيجي ويبقى فرصه وامسك فيها ان شاء الله ابقى موجود. واحنا عندنا دلوقتي مدرب بيبص على كل لعيبه الدوري، فانت ان شاء الله يبقى ليك فرصه قريب. طبعا دي حاجه يعني كويسه جدا للعيبه كلها ان هي تشتغل وتتعب وتجتهد، والمدير الفني بتاع منتخب مصر ما ياخدش مثلا انديه معينه، لا اللعيب الكويس بيختاروا على طول. صحيح. كابتن احمد امين وفى لاعب نادي إنبي وهداف الفريق هذا الموسم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واحد من اللاعبين المميزين جدا، وزي ما قلت لكم هنحاول ننور لكم النور على اللعيبه اللي تالقت في الموسم ده، اللعيبه اللي زي ما بيقولوا كده ايه خارج دائره الضوء، يعني مش اللعيبه الاسماء المعروفه اللي انتوا عارفينها كلكم، لا دي اسماء برضو اتعرفت خلاص في الدوري بس ما مش نجوم صف اول، بس هم عملوا اداء نجوم صف اول الموسم ده، هنتكلم عنه خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله.